وعندما حضر البواب عبد المعين أبو سالم تعرف عليها في الحال كما تعرفت عليه هي أيضا ونادته باسمه. أنت تعرفي البواب عبد المعين كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا بوي، جدتها دف يا قوي. أنت عيانة؟ لا أبدا. قولي مالك، قولي مالك. تعبانة شوي. من ايه؟ من ساعة ما قبضوا عليا من 3 أيام لحد دلوقتي ما دوتش الأكل. ليه؟ ولا حاجة. حد منعك عن الأكل؟ لا لا أبدا. ونظرا لانهيار الشاهدة وسوء حالتها الصحية مما يتعذر معه سؤالها، أرجعنا التحقيق معها مع استمرار التحفظ عليها، وأقفل المحضر حيث كانت الساعة. الظابط موجود؟ موجود يا فندم. عندها حضرتك. خدي دول علشانك. شكرا. بيطلبي كل اللي تعوزيه. أفندم، الشهادة حالتها الصحية وحشة جدا، بتقول إنها ما كلتش من 3 أيام، فأرجو العناية بيها. هي معها فلوس على كل حاجة. حاضر يا فندم. وتلاحظوا حالتها الصحية، وإذا استدعى الأمر خلوا طبيب السجن يشوفها. حاضر يا فندم. وانا حضرة البيع يا سيدي، خليك عندنا ضيف كام يوم يا بوي. دي ضيافة مجندلة. لا تشوي افندم. اتفضل. تعالي معايا. مظلوم والله العظيم يا بيه. اخرج والنبي يا بيه. اخرج والله العظيم. مظلوم. اسكت. متهمه يا فندم. اتفضلي. اهلا اهلا. ازي صحتك النهارده؟ الحمد لله. لا لا، صحتك كويسه قوي. الدكتور قال مفيش حاجه ابدا. بس انا حستنى كتير هنا. ان شاء الله مش كتير قوي. تحب اجيب لك اي حاجه؟ لا لا، متشكره متشكره قوي. الاستاذ توفيق، توفيق جلال، طلب يقابلك. توفيق جلال؟ بس انا ما اعرفش حد بالاسم ده. انا توفيق. ازيك يا زينب؟ اهلا. ازيك يا سي توفيق؟ الحمد لله. اتفضلوا اتفضلوا استاذ. متشكرين جدا يا حضرة الضابط. العفو. كتر خيرك انك سالت علي. اذا كنت انت نسيتي انا لا يمكن انسى ابدا. انا خايفه قوي. خايفه من ايه؟ هم قابضين عليا ليه؟ انا نفسي ما اعرفش. مش هنسالك الجميل ده ابدا. ما تقوليش كده. اعمل معروف، ابقى اسال عليا. طبعا انا هسال عليكي كل يوم. اتفضلي خدي دول. ايه ده؟ دي حاجه بسيطه، لقمه كده على الماشي. انا مش عايزه حاجه ابدا، عايزك بس تبقى تسال عني. ضروري هسال عنك، لكن لازم تاكلي. انا ماليش نفس. معلش خليه معاكي لحد ما تجوعي. كتر خيرك متشكره قوي. انتهى للمتهم. حاضر يا فندم. احنا لغايه دلوقتي ما قررناش القبض عليها. دلوقتي هنشوف. متهم يا فندم. الحمد لله. لا لا، انت صحتك بقى كويسه.
ما هو حضرتك وصيت على هات ما يا ستي والدك الله يرحمه توفى وما شفتهوش. ايوه. ووالدتك؟ موجود. فين؟ في الصعيد، في بلد اسمها البدال. قلتي في القلعه؟ انا اتولدت في القلعه. حاولي تفتكري في انهي حته في القلعه؟ حرف القلعه اسمها درب المرعش. قلت انك ما تعرفيش اسم الحاره. كنت ناسيه. ووالدتك راحت تعمل ايه في البداري؟ لما اتجوزت واحد من الصعيد سابتني وراحت معاه. سابتك لمين؟ لربنا. في الشارع كده؟ ايوه. كان عندك كام سنه؟ 7 سنين. ودلوقتي عندك كام سنه؟ 20. طيب قولي عملتي ايه لما سابتها؟ اشتغلت خدامه عند الست بهيه، وهي اللي علمتني الرب. مين الست بهيه؟ كانت معلمه الله يرحمها في شارع محمد علي. يعني ايه معلمه؟ يعني علمه. وانت احترفتي رقص؟ وانا عندي 9 سنين كنت برقص. وبعدين؟ وبعدين ماتت الست بهيه الله يرحمها، ومشيت انا في السكه دي على طول. وانت بتشتغلي ايه دلوقتي؟ رقصت. ووالدتك وافقت على المهنه دي؟ قعدت 10 سنين ما اشوفهاش. ليه؟ ما كانتش عارفه مكاني. وازاي عرفته؟ واحد من اصحاب الصلاه هو اللي عرفها. والدتك اسمها ايه؟ نظيره احمد البسيون. وجوزها؟ معرفوش. ما جاش دارك ابدا معاها؟ لا. ليه؟ معرفش. انت تعرفي المجني عليها زينب عبد العال؟ ايوه اعرف. كنت بتروحي لها البيت كتير، وكتير كنت ببات عندها. ازاي اتعرفت عليها؟ هي اللي اتعرفت عليا. ازاي؟ احكي لنا بالظبط ازاي هي اتعرفت عليك. في الصيف السنة اللي فاتت كنت برقص في بخير على النيل. شهر كل يوم كل يوم تيجي نوصلها، وبعدين النهارده عطتني ريال وقالت لي انها عاوزه تشوف حضرتك. شكلها ايه دي؟ والله يبان عليها بنت ناس كويسين اغنياء. بقول لك عطتني ريال. طب وعاوزاني ليه؟ مكابر. اعمل معروف يا جمعه سيبني في حالي. ايه استني من خلصك الريال يروح عليا يعني؟ يو طب جيب القهوه واندهلها ويخلص. مين فل عليك الله يخليك يا استاذ. هو ده. اتفضلي.
حضرتك عايزاني. ايوه، انا كان نفسي اعرفك من زمان. متشكرة. يا ريتك تقدري تيجي تزوريني نشرب فنجان قهوة سوا. متأسفة يا هانم، ما تعودتش ازور حد في البيت. انا زي والدتك وبترجاكي. مش تقولي لي عايزاني في ايه؟ عشان اشوفك نتكلم سوا. ممكن تشوفيني هنا. ارجوك ارجوك تقبلي، انت زي بنتي. ان شاء الله لما تيجي الفرصه. قهوه يا استاذ. اشربها انت عن اذنك. مش هشوفك تاني ان شاء الله. وما حاولتش اروح لها بيتها. ليه؟ في الحقيقه اترددت. اترددتي ليه؟ ما دام وعدتيها. اترددت لان الناس كانوا دايما بيبصوا لنا مش على اني فنانه. امال ايه؟ واحده بتعرض نفسها وانه من السهل على اي واحد انه يعرفها. وانت كده؟ اتكلمي. واذا قلت لك هتصدقني؟ ما اقصدش انت بالذات، قصدي الرقاصه. كده فعلا؟ لا طبعا. وأرجوك اسألني عن نفسي وبس. منظر المجني عليها كان بيوحي بترددك في قبول دعوتك. لا لا أبدا، اترددت لأن في بعض الستات وخصوصا الكبار شوية في السن بيتستروا ورا الوقار والحشمة والتظاهر بالطيبة لأغراض وحشة. لكن لما عرفتها وزارتني وزرتها لقيتها ست طيبة فعلا، وعشان كده بقينا أصحاب، وكنت بحبها زي والدتي تمام. بتقول انك اترددتي وما رحتيش معاها، فازاي رحت لها بعد كده؟ لما وعدتها وما رحتش وجيت عيد بعدها بيومين بصيت لقيتها عندي في البيت. هي كانت تعرف عنوان بيتك؟ ايوه عرفت عنوان بيتي. سلامتك يا روحي. الله يسلمك. قالوا لي انك عيانه، جيت اطمن عليكي. متشكره قوي. لكن حضرتك عرفتي بيتي ازاي؟ سالت جوم عداني العنوان. كتر خيرك، انت مهتمه بيا قوي. أنا مش قلتلك إنك زي بنتي تمام؟ يا ريت. يا ريت لي يا حبيبتي. أنا أمي ما بشوفهاش. أنا ماما. أنت طيبة قوي. أنا برضو مقطوعة وماليش أهل. أنا كمان ما عنديش أهل. نفسي أسمع منك كلمة يا ماما. يا ماما. يا روح ماما، يا حبيبة ماما. وفضلت اقول لها يا ماما، وكانت علاقتي بيها كويسه لغايه قبل الحادثه دي ب20 يوم انقطعت عنها نهائي. يعني انت عرفتي الحادثه في وقتها؟ قريتها في الجرايد. وليه انقطعتي عنها قبل الحادث ب20 يوم؟ في يوم رحت لها زي العاده فوجئت بمفاجاه غريبه. ايه هي؟ لقيت واحد معاها في اوضه النوم. شفتيه بنفسك؟ ايوه. كانت الساعه كام بالظبط؟ 10 تقريبا. وانت بتخلصي شغلك في الصاله الساعه كام؟ الساعه 1. امال ازاي رحتي؟ في الليله دي رحت الباخره زي العاده الساعه 9:30، فلقيت واحده جديده هترقص بدالي فزعلت وسبتهم ومشيت. ليه جابوا واحده بدالك؟ معرفش. وبعدين مشيتي رحت فين؟ كنت متضايقه فقلت اروح ابات عندها. وبعدين؟ بعدين رحت وفتحت المفتاح زي العاده. انت كان معاكي مفتاح؟ ايوه، هي اديتهولي علشان اروح في اي وقت يعجبني. وانا زعلانه. لما عرفت انك شفتيها ما قالتش حاجه؟ كانت مرتبكه ما عرفتش تنطق. وانتي ما سالتهاش؟ في بعض الاسئله الجواب بتاعها بيكون معروف من غير حاجه. معنى كده انك مقتنعه فعلا ب مادام ماتت ربنا يغفر لها. ما نبتهاش على العامله دي. كانت المفاجاه مذهله، ما عرفتش انطق. جواب يا فندم. اتفضل انت. بتقول انك شفت الراجل خارج من غرفة المجني عليها، ايه هي اوصافه؟
ما قدرتش اخد بالي قوي لانه كان مغطي وشه بجرنان. يعني طويل قصير ابيض اسود بدله بجلابيه؟ راجل كبير وشيك قوي. بتقولي انك ما شفتهوش؟ ما شفتش وشه. ايه رايك في ان الراجل اللي بتقولي انك شفتيه خارج من غرفه نوم المجني عليها كان بيتردد على منزل المجني عليها علشانك انت؟ عشاني انا؟ ايوه. ما تقولش كده، ما تقولش كده، ارجوك ارجوك ما تقولش. اشاره بسرعه لنيابه البداري للقبض فورا على الام نظيره احمد البسيوني وزوجها وحضورهم لنيابه القاهره تحت الحراسه المشدده، كما قررت النيابه القبض على الشاهده زينات شوقي الراقصه وايداعها السجن تحت التحقيق. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. المتهمين موجودين؟ موجودين الثلاثة يا فندم. منفردين طبعا؟ ايوه يا فندم. المتهمة زينات شوقي. حاضر يا فندم. والخطاب يؤكد مرسله وهو غفل الإمضاء بأن الجاني هو المدعوة زينات شوقي الراقصة بالاشتراك مع والدتها نظيرة أحمد البسيوني، وهو يعتقد بأن زوج نظيرة هو المنفذ للجريمة، وقد أودع الخطاب في ملف القضية. المتهمة زينات شوقي يا فندم. ازيك يا ست زينات؟ الله يسلمك. واستدعينا المتهمة الأولى زينات شوقي ووجهنا إليها السؤال الآتي. بتقولي إنك شفت الراجل خارج من غرفة المجني عليها، ما حاولتيش تقولي لها أي حاجة؟ لا. ليه؟ إيه اللي هقوله لها بعد اللي شفته بعيني؟ يعني أنت مقتنعة فعلا؟ طبعا. وأصرت على أقوالها. بتقولي انك شفت الراجل خارج من الأوضة؟ أيوه. إيه أوصافه؟ أنا شفته من ظهره. يعني أوصافه إيه؟ كل اللي فاكراه إنه كان تخين شوية وشيك قوي ولابس بدلة مخططة أبيض في أسود وحاطط جرنان على وشه. إزاي شفتي وشه وأنت بتقولي كان حاطط جرنان على وشه؟ شفتي إيده وهو ماسك الجرنان، ولما هيتدور ويخرج شفتي خده اليمين. بتقولي إن الأوضة كانت ضلمة، إزاي شفتي؟ كان نور الصالة منور. قالك حاجة؟ ما بصليش. وانت قلتي له حاجة؟ انا كنت مرتبكة. اذا عرض عليك الراجل ده تقدري تتعرفي عليه؟ وصمتت ولم تجب فعدنا عليها السؤال. اذا عرض عليك الراجل ده تقدري تتعرفي عليه؟ يمكن ايوه ويمكن لا. ما سبقش انك شفت الراجل ده في البيت؟ لا لا ابدا، لا هو ولا غيره. الخدامة كانت في البيت وقت دخولك؟ لا. كانت فين؟ معرفش. ما رحتيش البيت بعد كده؟ أبدا. وهي ما حاولتش تتصل بيكي؟ حاولت كتير وبعتت لي عم تسوقي أكتر من مرة. عم مين؟ عم تسوقي. مين عم تسوقي؟ واحد من الأرياف كان بيتردد عليها وهو الخولي بتاعها زي ما كانت بتقول. أنت شفتيه بنفسك وهو بيتردد على بيتها؟ كتير قوي. وكان بيكلمك؟ كان بيحبني زي ما اكون بنته. تمام. يعني تعرفيه كويس؟ ايه اللي اعرفه؟ تقدري توصفيه؟ عنده حوالي 50 سنة، طويل، عينيه ضيقة. وادلت باوصاف تنطبق على المذكور فعلا. هو كان يعرف عنوان بيتك؟ وجاني فيه اكتر من مرة. جالك ليه؟ عشان يصالحني عليها. عشان يصالحك عليها. طيب احكي وبعدين. كنت راجعة من برا. أهلا. أهلا وسهلا. سلام عليكم. أهلاً يا ست زينات. اتفضل. يزيد فضلك يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإزاي الصحة كده؟ الحمد لله. تستاهل الحمد. دول فطرتين وشوية قشطة وشوية عسل نحل. يا
وتعيد نفسك ليه بس يا عم تسوقي؟ يا سلام، ده انت في عينيا الاثنين، ده انت زي بنتي تمام وربنا يعلم. كتر خيرك. بس انا واخد على خاطري منك. ليه يا عم تسوقي؟ عشان لسه زعلانه من الست الكبير. ارجوك ارجوك يا عم تسوقي. ايه للدرجه دي زعلانه منها؟ وانا ليا ايه عندها؟ بس يا بنتي مش تقولي ايه السبب. مفيش سبب، انا واحده رقاصه وهي ست محترمه من عيله كبيره. لا حول ولا قوه الا بالله يا بنتي، دي زي امك تمام. انا ماليش ام. أه؟ امي نفسها بقالي سنين ما بشوفهاش. استغفر الله العلي العظيم. حكمتك يا رب. اتكسفت اقول له عن السبب الحقيقي. امال قلت له ايه؟ قلت له ان انا واحده على قد حالي مقطوعه ودي ست محترمه. ليه قلت له كده؟ ما هي دي الحقيقه. امتى اخر مره جالك؟ قبل الحادثه باسبوع. قرر دسوقي علي حسنين في التحقيق انه ما تعرفش عليكي وما شافكيش في بيت المجني عليها ابدا. هو قال كده؟ ايوه. غريبه. ايه سبب انكاره؟ معرفش. كان في حد من الرجاله بيترددوا عليكي؟ عمر ما راجل دخل بيتي اللي عم تسوقي. كان بيحبك؟ يعني ايه بيحبني؟ زي اي راجل لما بيحب واحده ست. انا مش بتاعت حاجات زي دي. امال ليه المجني عليها كانت بتاعت حاجات زي دي؟ معرفش. عندي صاحبتها. انت سبق ليك انك اتجوزتي؟ لا. واقفل المحضر حيث كانت الساعة. فندم خلي الست تتفضل معاك، ممنوع اي حد يتصل بيها. حاضر. المتهمة الثانية نظيرة احمد الدسيوني. انا مضطر امشي يا عم. ازاي بقى؟ مش خطيبك عازمنا النهارده على الغدا؟ متاسفه ما اقدرش استنى اكتر من كده. شوف بقينا الساعه كام. معلش يا ستي، الغايب حجته معاه. اتفضل يا حبيبي. اهو جاي يا ستي. اهلا بيك. انا متاسف قوي اتاخرت عليك شويه. لا ابدا ما اتاخرتش. هو انت خسيت عليك حاجه؟ الله، طب وليه ما اكلتوش؟ يا اخي يا اخي كنا منتظرينك، يعني حق علينا ما اكلناش. انا اسف قوي كنت مشغول جدا. الاسطوانه اياها اتحفظت يا استاذ. على فكره الجرايد النهارده بتقول انكم وصلتم لنتائج هامه. خلي الجرايد تتكلم، يلا بينا نتغدى. اتفضل. انا شبعان. لكن انا جعان. مانيش واكله. يا سلام يا سلام على دلع البنات. يلا يلا قدامي. تفضل. يا سيدي ده اكل، ده اسمه اكل. ممنوع يا فندم. ايه ممنوع الاكل؟ ما هو يا تتفضل بره يا تتفضل على محافظ الضابط. يا شوش افهمني. في ايه؟ ابدا، بس كنت جايب الاكل ده لزينات شوقي. خد الاكل ده على التالت دي للمتهمه. حاضر يا فندم. خد. اتفضل يا توفيق بيت المكتب. اتشكر. زينات شوقي. افندم. اتفضلي. ايه ده؟ اكل. لا كتر خيرك. انت بتتكلمي جد؟ ماليش نفس. بتتكلمي جد؟ قلت لك شبعانه. طب خش خش خش. المتهمة نظيرة أحمد البسيوني. حاضر يا فندم. هات صفحة 103 محضر نيابة طنطا. حاضر. 103 103 103
اقرا اقوال دسوقي بخصوص الزينات. قال البواب عبد المعين ابو سالم وبعض الشهود ان فتاه في العشرين من عمرها كانت تتردد بصفه دائمه على منزل المجني عليها. سين، ايه معلوماتك؟ جيم، معرفش حاجه عن الحكايه دي ابدا. سين، ما سبقش شفت البنت دي او غيرها في بيت المجني عليها؟ جيم، لا ابدا ابدا. سين، المجني عليها كان لها صله ببعض الستات. جيم، اللي اعرفه ان عمر ما حد دخل بيتها الله يرحمها غير الخدامه. سين، كفايه. انا حاسس ان الراجل السوقي ده غامض شويه. شويه؟ ده غامض كتير. متهم يا فندم. حضرة المتهمة الثانية نظيرة أحمد البسيوني، وجهنا إليها السؤال الآتي. اسمك؟ نظيرة أحمد البسيوني. عندك كم سنة؟ اتكلمي. هتقول يا ست؟ شوف يا بيه، أنا اتجوزت وأنا عندي 18، وقعدت متجوزة 10 سنين ومن غير جواز 5، ودلوقتي أنا متجوزة بقالي 15. اتجوزتي من إيه؟ 18. 18 ومتجوزه كام؟ 10. 10 بقوا 28 ومن غير الجواز 5؟ ايوه. يعني 33 ومتجوزه دلوقتي بقالك قد ايه؟ 15. 15 يبقوا 48، مش كده برضه؟ والنبي ما انا عارفه انت اللي بتحسب وانت لازم. مولوده فين؟ في القلعه. في انهي حته في القلعه؟ في حاره المرعاشلي. دلوقتي ساكنة فين؟ في البدار. اشتغل ايه؟ اشتغل؟ انا متجوزة. اتطلقتي ليه من جوزك الاولاني؟ انا ما اتطلقتش، ده هو اللي مات. في مدة الخمس سنين كنت بتشتغل ايه؟ كنت بخدم في البيوت، غسالة. جوزك بيشتغل ايه؟ عتال، عتال يا بيه. وليه سبت الخدمة في البيوت؟ لما اتجوزت جوزي التاني سافرت معاه البداري. انت مخلفه من جوزك الاولاني؟ لا. ومن جوزك الثاني؟ يا رب. لا. انت ليكي بنت اسمها زينات شوقي وبتشتغل رقاصه في الكابريهات وعايشه في مش بنتي.